بجدد الترحيب بكم مشاهدينا في كل مكان. في هذه التغطية الخاصة هنتناول بعض التفاصيل الخاصة بتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية، والمفترض يتم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني مساء في تمام السابعة مساء. تعتبر طبعا الساعات القادمة يعني هي آخر فرصة أمام طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات والمعاهد. خليني أقول لحضراتكم أن دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدر قرارا بمد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية، وهم دبلوم المدارس الفنية نظام ال3 سنوات ونظام ال5 سنوات، وأيضا دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين بعد الثانوية. وتنتهي فترة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق اليوم في تمام السابعة مساء. كان مقرر إغلاق باب التنسيق أمام الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية يوم 22 من سبتمبر الماضي، لكن صدر قرار بعدها بمد فترة التنسيق، وده بالتأكيد بيأتي حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل الرغبات، ولإتاحة الفرصة أيضا أمام الطلاب الراغبين في تعديل الرغبات. علشان كده بيزال أمام الطلاب يعني فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية، وبيقدروا إنهم يعدلوا كل الرغبات، وده من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. الحقيقة إنه في برضو معلومة هامة نحب إن إحنا نستعرضها مع حضراتكم، إن موقع التنسيق لن يقبل رغبات الطالب في تنسيق الدبلومات الفنية إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها 75 رغبة وبدون وجود أي أخطاء. وبدورها وزارة التعليم العالي حددت بعض الضوابط للقبول بتنسيق الدبلومات الفنية، مثلا يشترط على أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة على الدراسة من جهة العمل. أيضا وزارة التعليم العالي حددت بعض الضوابط للقبول دبلومات الفنية، زي مثلا إذا تم اختيار الطالب لإحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، موقع التنسيق الحقيقة هيخبره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وهيتم عليه أن هو يقوم بإعادة أو تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كي يتم قبول التنسيق. أيضا بالنسبة للطلبة الحاصلين على بطولات رياضية، وزارة التعليم العالي حددت حوافز رياضية للطلاب، خاصة يعني طلاب، بنتكلم عن طلاب تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، ويضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقا لمرتبة البطولة الذي حصل عليها الطالب من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم، وده بالنسبة للبطولات المدرسية. وأيضا هنلاقي من المجلس القومي للرياضة بيكون بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافا للمجموع الكلي للطالب، وبالتأكيد ده هيستفيد منه الطالب في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة. دي كانت يعني أهم الضوابط وكل التفاصيل الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية، وكنا حريصين إن احنا نستعرضها مع حضراتكم في هذه التغطية. ونفكركم مرة أخيرة قبل ما أختم هذه التغطية إنه بيغلق موقع التنسيق الإلكتروني اليوم في تمام السابعة مساء بعد ما تم مد فترة التقديم من قبل دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وكان المفترض أنه ينتهي في 22 من سبتمبر. شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.